يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول القائل اللهم إني أسألك بحق أسمائك عليك؟ ما له أصل هذا، ما له أصل هذا. هل أسماء الله له حق على الله؟ من قال هذا؟ قل أسألك بأسمائك بدون أنك تقول بحق أسمائك، أسألك بأسمائك وصفاتك. نعم، هذا الذي ورد، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولم يقل ادعوه بحقها، ما نزود شيء من عندنا. نعم.